بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسيرة النهاردة بتقول عندنا بنك اكاونت. المسيرة بتاعتنا بتتكلم عن بنك اكاونت، يقول لك كرييت سي بلس بلس بروجرام للبنك اكاونت، عاوز اعمل موديل للبنك اكاونت، طبعا بالايه؟ بالاو بي. قال لك الكلاس اسمه بنك اكاونت، بيقول لك عندك برايفت ممبر فاريبل، فيها فاريبل برايفت، الاكونت نمبر، الاكونت هولدر نيم اللي هو اسم الاكونت، والكرنت بالانس اللي هو البالانس الحالي. قال لك في كونستراكتور هيبدا انيشاليز القيم دي. قال لك عاوز تو ميثود، ديبوزيت وذرو للاكونت عشان تقدر تعمل ابديت للبالانس بتاع الاكونت. قال لك برضو عاوز ميثود عشان تديسبلاي الكرنت بالانس، وقال لك لو في حاله انه بيعمل ويزرو يعني بيسحب قيمه اكتر من القيمه اللي موجوده في الحساب طلع له ايرور. مش انت ممكن يكون عندك حساب بنكي في مثلا 5000 دولار مثلا، طب رايح انت تسحب 9000 دولار، هل ينفع ما ينفعش؟ فبيقول لك في الحاله ديت لو انت بتسحب، لو انت بتسحب رقم اكتر من جزء الاكونت طلع له ايرور. طيب دي المساله بكل بساطه، عاوزين نشوف الحل بتاعها ازاي لو احنا جينا نطلع او نعمل اناليسيز للمساله. اول حاجه الكلاس البنك اكونت، في برايفت اتريبيوت اللي هو الاكونت نمبر والنيم والبالانس، في البابليك في مجموعة ميثود ديبوزيت ويزدرو. حلو، في برضو ميثود عشان تديسبلاي الكرنت بالانس، وطبعا في حسرو ايرور لو هو سحب قيمة أكبر من القيمة الموجودة في الأكونت. تعال نشوف، طبعا عندك كونستراكتور، ما تنساش في عندك هنا إيه كونستراكتور، محتاج إيه؟ محتاج يتعمل. طيب تعال نشوف ده هنقدر نعمل له إزاي إمبلمنتيشن، تعال نشوف الكود هيبقى عامل إزاي. تعالى نروح على الكود. أول حاجة زي ما أنت شايف كده قال لك الكلاس اسمه بنك أكونت، فأنا هروح أعمل كلاس بسيط وسهل او كلاس اسمه بنك اكاونت. قال لك ايه؟ قال لك والله في برايفت اتريبيوت ديت. حلو، اهو حطيت البرايفت، ادي اول اتريبيوت، ادي تاني اتريبيوت، ادي طبعا ده اكاونت نمبر، ده اكاونت هولدر نيم، ده current ايه؟ current balance. تعال نديها الداتا تايب بتاعتها. الداتا تايب بتاعتها بكل بساطة ده account number، هخليه مفيش مشكلة ممكن نخليه long، هو number. ال account holder name هنخليه string، ال current balance هخليه double لأن ممكن يكون في كسر عشري ك قيمة، يعني ممكن 5000 50 قرش وهكذا. نيجي على الببليك. قال لك البابليك اول حاجه محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل كونستراكتور. قال لك الكونستراكتور ده دي ميثود بتعمل انيشاليزيشن او انيشاليز للاتريبيوت اللي عندك، يعني بكل بساطه عاوز يعمل كونستراكتور، طبعا الكونستراكتور اسمه نفس اسم الكلاس، هياخد كل الاتريبيوت ديت، الاول اتريبيوت، تاني اتريبيوت، تالت اتريبيوت. قال لك من خلاله لما هو هيدخل القيم هنعمل initialization للقيم بتاعتنا، يعني احنا هقول له this السهم ده equal الاكونت نمبر اللي جاي. اذا كده لما هو يجي يعمل object من الكلاس ده هيعمل object عن طريق الكونستراكتور ده، فلازم يبعت القيم، فالقيم دي هاخدها احطها في الاتريبيوتس اللي عندي الخاصه بالايه بالكلاس. فعملت initialization لمين؟ عملت initialization للقيم عن طريق الكونستراكتور. حلو قوي.
طبعا نحط زيس، لان زيس بتعبر او بتشاورني على ايه، بقول له زيس الكلاس اللي انا فيه الاتريبيوت اللي اسمه اكونت نمبر هيساوي الاكونت نمبر اللي هو هيبعته لي عن طريق الكونستراكت. خلصنا الكونستراكت، حلو قوي. قال لك عندك 3 فانكشن، قال لك ديبوزيت، ايداع، ويذدرو، صح؟ ديسبلاي كارنت بالانس، ديسبلاي كارنت بالانس، دول الفانكشن اللي هو عاوز يعمله 10 على 10. طبعا ديت فويد، ديبوزيت مش هتعمل حاجه، فويد، ويزدرو برضه فويد مش هترجع لي حاجه، ديسبلاي برضه فويد، ده كله فويد. طيب الديبوزيت من اسمها عاوز اعمل ايداع، يعني هستقبل منه قيمه، هقول له دبل بالانس مثلا، حلو، هيديهولي صح، هيديني القيمه، هيديني القيمه. فكل اللي هعمله هروح اقول له كرنت بالانس اللي عندي زود لي عليه مين البالانس بتاعه، وهقول له بعدها سي اوت سكسس اد، واعمل دولار ساين كده بشكل حلو، دولار ساين، بقول له سكسس اد القيمه بتاعتي، واقول له يور بالانس ايكوال برضه دولار ساين، بس المره هديله ايه؟ هقول له الكرنت بالانس. طب عملت ايه هنا؟ بكل بساطه فانكشن اسمها ديبوزيت هتاخد منه قيمه، وليكن هو بعت لي 50 دولار اعمل له انسيرت ليه، فخدت ال 50 ضفته على مين؟ على الكرنت بالانس. طبعا الكرنت بالانس زيرو حاليا، بزيرو، فانا زودت بقى ده بكام؟ زيرو، زيرو بس 50 بقى زي بقى دي 50، دي بقت 50 لان هو اصلا بدأ بزيرو، فزودت على 50 اصبح 50. فانا بقول له سكسس اد كام؟ اد بالانس اللي هي 50، واليور بالانس النهائي حاليا الكرنت بالانس اللي هي القيمه الكليه، يعني دي القيمه اللي هو حب يضيفها اللي بعتها لي عشان اضيفها في الاكونت، ودي القيمه النهائيه للاكونت بتاعه. طب ده 50 وبعد كمان 10 هزودها له يبقوا 60، وهقول له سكسس اد بالانس كام؟ انت بعت 10 فقلت لك زودت لك ال 10 بتوعك، والبالانس بتاعك اصبح كام؟ اصبح 60. حلو قوي، والفانكشن دي خلصت خلاص. طب وذرو، وذرو برضه دبل بالانس، هقول له ايه؟ طبعا دي القيمه اللي عاوز ايه؟ اللي عاوز يسحبها. طبعا لازم القيمه اللي هيسحبها تكون قيمه اصغر من او تساوي البالانس بتاعي، يعني الكرنت بالانس الحساب بتاعك في 60 دولار ينفع يبعت لي 70؟ لا طبعا. فانا هقول له اف، لازم اتشيك، هقول له والله لو البالانس اللي انت هتسحبه اقل من او تساوي الكرنت بالانس، يعني لو البالانس اللي انت بعته لا اما 60 او اقل، فخلاص هروح اسحب لك عادي، هقول له الكرنت بالانس ماينس ايكوال ايه البالانس بتاعك، انا اصوت وهقول لك سي اوت نفس الفكره، سي اوت سكسس وذرو البالانس اللي انت بعته، واليور بالانس كرنت بالانس بتاعك. اذا ديت خدت القيمه وزودتها وقلت له فعلا انا زودت لك القيمه بتاعتك والبالانس النهائي بتاعك كذا، هنا بتشك الاول هل البالانس اقل من او تساوي الكرنت بالانس، يعني هل اللي انت عاوز تسحبه اقل من القيمه اللي موجوده، اقل من او تساويها، لان هو لو بعت لي 70 كده ال 70 مش اقل من او تساوي 60، يعني بسحب قيمه اكبر من اللي موجوده في الاكونت وده ما ينفعش. فلو هو اقل هسحب لك عادي واقول لك سكسس. طب ايلس، هنا بقى الايرور اللي هو قال عليها، فاكرين الايرور؟ مش قال لك هنا عاوز اعمل ايرور؟ ايوه زي الفل. اذا الايرور ده هقول له سي اوت كانت ويذرو بيكوز، هقول له بيكوز ايه يور بالانس، بيكوز يور بالانس ايكوال الكرنت بالانس بتاعك، ويند لاين، هقول له ما ينفعش اعمل ويزدرو لان اليور بالانس الحالي بتاعك كذا، ممكن ازود له حته كمان واقول له اند
you need to withdraw دولار صين اهي، واقول له ايه البالانس اللي انت محتاج. اذا الفانكشن ديت بتاخد بالانس، لو اتاكدت ان البالانس فعلا اقل من او تساوي اللي موجود عندي في الاكونت هسحب لك عادي واقول لك ان الويزدرو سكسس. لكن والله لو انت باعت بالانس اكتر من اللي موجود في الاكونت هقول لك مش قادر تعمل ويزدرو لان البالانس بتاعك كذا. يعني البالانس بتاعك تخيل هو بعت 70، هقول له مش هينفع لان البالانس بتاعك كام؟ 60 اللي موجود الحالي، وانت عاوز تسحب كام؟ البالانس بتاعك اللي هو كام؟ اللي هو 70. حلو، الفانكشن واضحه وبسيطه وسهله. ديسبلاي كرنت بالانس، كل الفكره هعمل سي اوت واقول له يور كرنت بالانس ايكوال ايه؟ ايكوال ودولار ساين، واقول له ايه؟ الكرنت بالانس بتاعك اللي فوق. هجيب له الكرنت بالانس اللي موجود حاليا. وكده الموضوع انتهى. كده الكلاس بتاعنا اصبح جاهز 10 على 10، تقدر تستخدمه. تقدر ايه؟ تقدر تستخدمه. اول حاجه خليني اجي في المين اقول له سي اوت بليز انتر يور نيم. حلو، وحلو هنا ايه؟ string name عشان يدخل، و سي ان نيم كذلك هاخد دول بس هعملها الاكونت ايه؟ الاكونت نمبر. هقول له بليز انتر يور اكونت نمبر، واحط له هنا نمبر و سي ان نمبر. كده خدت مين؟ خدت ده وخدت ده. هقول له بليز برضه نفس الفكرة، هقول له هنا ايه؟ هقول له هنا سي اوت 1، هقول له ويزدرو، عاوز تعمل ويزدرو 2 ديبوزيت اهي، ركز معايا 3 ديسبلاي كارنت بالانس 4 اكزيت. عاوز تعمل ايه من دول؟ قول لي. فهو المفروض هيدخل لي ايه؟ مستنوا منه قيمة اللي هو مين؟ اللي هو انت ريزلت مثلا سي ان ريزلت. فوالله هقول له ايه؟ هقول له اف والله لو الريزلت ايكوال 1 هتعمل لي حاجة else if الريزلت ايكوال 2 هتعمل لي حاجة تانية، لو 3 هتعمل لي حاجة تالتة. طيب else سواء دخل 4 أو أي رقم تاني هقول له سي أوت سامس. بس المفروض عشان لو دخل أي رقم غير الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة أقول له invalid input، فهقول له هنا else if والله لو هي 4 هقول له thanks. خلاص أنت عاوز تخرج. طب else معنى إنه لو ما دخلش ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة else هقول له see out invalid input. أنت مدخل رقم مش موجود عندك في الاختيارات. حلو، طيب هو بعد ما دخل مين؟ بعد ما دخل النمبر والنيم، خلينا هنا نخليه يدخل بليز انتر يور بالانس، البالانس اللي موجود دلوقتي حاليا. هقول له بالانس طبعا هتبقى دبل
وسي ان ايه بالانس. اذا كده خدت منه الرقم، خدت منه النيم، وبقول له ايه البالانس بتاعك الحالي، معاك كام دلوقتي؟ فاروح عامل ايه هنا، هروح عامل اوبجكت من البنك اكونت، وعن طريق الكونستراكتور بنك اكونت بي ايه مثلا، هبعت له مين بقى؟ هبعت له النمبر، هبعت له النيم، هبعت له البالانس. اذا كده خدت منه دي بقيم مبدئيه، خدتها عملت اوبجكت من الكلاس عن طريق الكونستراكتور، بعت القيم دي، هو هياخد القيم دي يحطها فين؟ يحطها هنا. فتعالى كده نشوف، طبعا النمبر ده ايه؟ لونج. النمبر ده لونج، اللي هو الاكونت نمبر ده عاملين لونج فوقه. فانا خدت القيم منه بشكل مبدئي وعملت الاوبجكت بتاعي. حلو الكلام. خد الايه الاتريبيوت بتاعتي، حطها في الاتريبيوت الخاصه بالايه بالكلاس. حلو. هيبدا يدخل، دخل واحد فهقول له البي ايه، لو دخل واحد يعني عاوز يعمل ايه ويزدرو، عاوز يسحب، هقول له سي اوت بليز انتر بالانس يو نيد تو ويزدرو، يعني دخل القيمه اللي انت عاوز تسحبها، ما غلطتش معاه ولا حاجه. حلو. هقول له لونج ريزلت، قصدي لونج، اسف، لونج بالانس او ايه ويزدرو بالانس، ايا كان اسم المتغير، واقول له سي ان ايه طبعا دبل عشان ممكن يدخل قيمه فيها كسر 10، وسي ان ايه بالانس. اذا كده لو هو اختار واحد فبقول له دخل لي والله البالانس اللي انت عاوز تعمله ويزدرو، فقال لك ايه؟ قال لك حاضر، خليته يدخل القيمه. هعمل ايه؟ هروح من اوبجكت واقول له دوت ويزدرو، وابعت له القيمه اللي هو عاوز ايه يسحبها. الفانكشن دي بقى هي اللي هتتصرف معاه، هتخش تتشيك والله لو هي فعلا اقل هيسحبها له، مش اقل هيقول له ايه مرفوض. طب اتنين، اتنين عاوز يعمل ديبوزيت، هعمل نفس الفكره اهي، هقول له بليز انتر بالانس يو نيد تو ديبوزيت، انت عاوز تعملها ديبوزيت، وهعمل متغير اسمه ديبوزيت بالانس، ديبوزيت بالانس، بس هنا هنادي مين؟ هنادي الديبوزيت، وهدي له الديبوزيت ايه بالانس. شايفين؟ والفانكشن دي هتتعمل ايه؟ هتتعمل معاه. تلاتة، عاوز يعمل ديسبلاي، كل الفكرة ان انا هقول له بي دوت ديسبلاي، هيعرض له مين؟ الكرنت اكونت. خلص الموضوع. تعالى كده نشوف، هعمل رقم طبعا هنا ايه؟ ديبوزيت، اسم الاتريبيوت اللي هو دخل فيه القيمة اللي عاوز يعملها ديبوزيت اهي، اسمها ديبوزيت بالانس. بص معايا، قال لك ايه؟ بليز انتر يور اكونت نمبر، ايا كان الاكونت نمبر، مثلا النيم اسلام، البالانس الحالي وليكن 8000. حلو خلاص، هو لغايه هنا، بص لغايه هنا خد مني القيم وحطها في الكلاس، ما فيش اي مشكله. بيسالني عاوز تعمل ويزدرو، هقول له اه ويزدرو هسحب. قال لك دخل القيمه اللي انت عاوز تسحبها، هدخل وليكن 9000. شايفين؟ عاوز اسحب 9000 مع ان الاكونت بتاعي فيه 8000. بص هعمل انتر، قال لك ايه؟ كانت ويذرو، ما قدرتش تسحب بيكوز البالانس بتاعك حاليا 8000 دولار، وانت عاوز تسحب كام؟ 9000. شايفين الجمال؟ انت ممكن كمان تحسن على الكود ده. طب نعمل رن تاني اهو، هنا هقول له اكونت نمبر ايا كان، النيم اسلام اهو، بالانس 8000، عاوز اعمل ويز درو، هعمل ويز درو كام؟ ل 5000. قال لك سكسس ويز درو، انت سحبت 5000 وكان معاك 8000، يور بالانس الحالي بقى 3000 فعلا، ال 5000 ناقص 8000 بقوا كام؟ 3000، وانت كده تمام. حلو. لو انت ادي الاكونت نمبر، النيم اسلام، البالانس وليكن 8000، عاوز اعمل ديبوزيت اهو، قال لك دخل القيمه، هدخل 1000 كمان، قال لك سكسس اد، اشتراك ال 1000، يور بالانس بقى 9000، ال 8000 القدامى وال 1000 الجديد بقت كام؟ 9000.
حلو قوي. طبعا اخر حاجه معانا لو احنا عملنا اكونت نمبر اهو، لو قلنا له ديسبلاي، كل الفكره هيقول لك ان يور كرنت بالانس 8000، اللي هو البالانس الحالي اللي هو 8000. طبعا لو انت بقى رحت عملت لي ايه واسلام اهو و8000، رحت انت بقى دخلت ايه، عملت اكزيت، طبعا قال لك ثانكس خلاص، انت عاوز تطلع فقال لك ثانكس مع السلامه شكرا. طب دخلت كاميرا مش موجوده، ركز معايا، بص لو دخلت قيمه مش موجوده وليكن 5، قال لك انفاليد ايه انبوت، لان 5 مش موجوده في الاختيار. زي الفل، 10 على 10، 10 على ايه، 10 على 10. خلينا اعمل ماشي، خلينا ارفع لكم الايه الحاجات دي على الجيت هاب، وان شاء الله هتلاقي الحاجات مرفوعه هنا، هتلاقي في سي بلس بلس في الفولدر بتاعها زي ما احنا اتعودنا مع بعض. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهوم تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك واللينك دي تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.